مرحبا مواليد برج الميزان، كيف بده يكون الأسبوع من الثاني 17 للأحد 23 حزيران يونيو؟ شو في عنا بهذا الأسبوع؟ هذا الأسبوع الشمس رح تترك برج الجوزاء بحوالي منتصف ليل الخميس 20 حزيران يونيو لحتى يبلش فصل الصيف، يعني الشمس بتروح لبرج السرطان. وعندنا أيضا بتصير مربع مع برجكم، عندنا الاثنين بمطلع الأسبوع فينوس وعطارد، الزهرة وعطارد رح يتركوا برج الجوزاء ويروحوا لبرج السرطان ليشكلوا كمان مربعين مع برجكم. وفي عنا بنهاية الأسبوع في عنا اكتمال للقمر ببرج الجدي فجر يوم السبت، كمان بشكل مربع مع برجكم. إذا هذا الأسبوع رح بيكون في تغييرات كتير مهمة، حاكي عن هذا الموضوع ببرجكم الشهري، اللي ما سمع برج الشهري لازم يدخل ويسمعه شهر حزيران يونيو ليعرف شو معناتها الجزء الثاني. عندنا مربعات من الشمس بتوتال يعني بكليته هذا الأسبوع، في عندنا مربعات من الشمس، من الزهرة، من عطارد، من برج السرطان يلي هو بالنسبة لكم البيت العاشر، ففي اهتمامات كتير كبيرة، في تطورات كتير مهمة. كوكب الزهرة وجوده ببرج السرطان بحد ذاته برج السرطان رح بيساعد انه هالتعب المجهود اللي حاطينه رح تاخده في مكافأة. ولكن ما رح تجي على طبق من فضة، في ميركوري معناتها بدكم تشتغلوا تتحركوا، مش قاعدين ومكتفين ايديكم عم تتفرجوا. المكافأة بتجي لما انتم بكونوا عم تتحركوا وعم تسعوا لها. في عنا بعطلة أسبوع القمر المكتمل، في عنا القمر المكتمل بالبيت الرابع ببرج الجدي مربع مع برجكم، يعني في عنا أمور عائلية كتير مهمة بدها تبين، في تطورات مهمة عائلية يمكن مرة كل بالسنة بتصير، مرة بتصير هيدي العجقة. في احتمال انه بمطلع السنة بكانون الثاني يناير انشغل على هذا الموضوع وبيرجع ببين بعطلة هذا الأسبوع. خلونا نشوف على كل أسبوع كتير مهم، اهتموا فيه منه صعب، رح بيساعدكم، مدعومين من كوكب الزهرة كل مواليد برج الميزان. منبلش التنين تلاتة والأربعة، القمر ببرج العقرب ثلاثة أيام مع الزهرة وعطارد بالبيت العاشر. شو عم بيصير؟ عم بيصير انه في تحول في مخزى الامور، عم تكتشفوا اهمية الناس، عم تكتشفوا الناس على حقيقتها. الناس بعطلة، اكترية العالم في ناس مش عم منا بعطلة، لكن في ناس بعطلة، في ناس عم تشتغل، في ناس ما عم تشتغل. هدول الثلاث ايام احتمال انه تسقط الاقنعة وبتكتشفوا شو عم بيصير، حقيقة الناس اللي عم تشتغلوا معهم، زملاء او امور عائلية او الأمور المالية هي يمكن بتخلي القناع يقع. طبعا في احتمال يكون في فرحة، احتمال ان يكونوا عم تكجدروا مبسوطين مرتاحين، واحتمال يكون في أشخاص من حولكم لا بأس بذلك. الأربعاء المساء القمر بيروح لبرج القوس البيت الثالث، الخميس والجمعة القمر ببرج القوس بيكون في عجقة حلوة، بيكون في نشاط حلو. لما نقول عجقة يعني بيكون في نشاط، بيكون في حركة، بيكون في قدرة عند مواليد برج الميزان ليعرفوا شو عم بيصير، ليحددوا شو بدهم، بيطلعوا من موقف الحيرة التردد، مش عارفين بياخد هيك ولا ما بياخد هيك. فالخميس والجمعة رح بيساعدوكم لتكونوا عم بتقرروا أكثر وتختاروا أكثر، ويمكن بعض الأمور توصل لعندكم منا لحالها. الجمعة آخر الليل القمر بيروح لبرج الجدي، السبت والأحد القمر برج الجدي مع اكتمال القمر، ففي احتمال إنه هالقمر المكتمل لما تطلعوا بتطلعوا بتشوفوا القمر مكتمل، يمكن بلشوا تشوفوا تحسوا من يوم الجمعة، بلشوا تحسوا ب ما رح أقول توتر، لكن بتحسوا إنه الجو نتفه مكهرب وإنه في شيء عم بيصير أو في شيء عم بينطبخ أو في شيء يلا بدكم إياه، مع احتمال إنه يكون في شوية تعب بالأجواء لأنه في عجقة ناشطة جدا. فحاولوا إنه عطلة الأسبوع تكون مرتبة، تكون رايقة، والنتيجة تكون إيجابية من دون أي خلاف، خاصة مع أشخاص قريبين منكم. ومثل ما قلت في مشروع أو مسألة عم تنطبخ. المواليد الأكثر حظا 28 29 30 سبتمبر، هيدا من المشتري بلوتو عم بيركز تأثيراته عند 24 سبتمبر. تابعوني مع الأبراج اليومية للمزيد من التفاصيل. باي باي.